seen them, so I'm a my yakfut as I thought of that. يبرح المتحدي ضربا در على نحو مفاجئ تتحدد نتيجة المنافسة سيعود السيد إلى إناثه دفع الذكر الفتي ثمن محاولته التناسل في هذا المكان الذي لا يغفر قد تحمل قائمته المجروحة نهايته معه الذكر المنتصر عنده مهمة عاجلة يؤديها في أرض النزاعات المتنقلة هذه قد تدوم السيادة بضعة أيام فحسب أو حتى بضع ساعات بعد اختدام المنافسة تبدأ المغازلة وتتحول إلى علاقة لطيفة تشاهد العملية الفعلية ولا تدوم أكثر من بضع ثوان لكن الغاية الحيوية المرجوة من الطقوس المعقدة لحيوانات الموظ قد أنجزت بعد نجاته من الصيف رغم الصعوبات أمام صغيرنا الآن فرصة بالفتاح تتوجه الأم الموظ وصغارها نحو البرية الثلجية وتشق الذكور طريقها سرعان ما ستنسي الذكرى الوحيدة لهذا المشهد المذهل في الشمال قرون الموت في الثلج بسبب أدلة جديدة لحدث وقع في عصر الروماني غير تاريخ العالم